مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نجدد التحية والترحيب بكم مرة أخرى، وذلك ضمن هذه الانطلاقات الصباحية والذي تحمل لنا سن الثنايا. على بركة من الله وحفظه ينطلق شوط الوداع وشوط الختام، يحمل لنا الإبكار، المهجنات، الثنايا، شعارات أبناء القبائل، من تزين أرضية ميدان الأصالة، ميزان السوان، أربعة أسماء مميزة، أربع شعارات جميلة تبحث فيما بينها عن الفوز والانتصار على البركة. نذهب إلى الصدارة لنبدأ النداء بمنصورة علي بن مهير بن بليشة آل كتبي على الصدارة، بينما يأتينا على المركز الثاني من حاشة عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، المركز الثالث رشعار ببراهيم قادم مع نشبة سعيد بن محمد بن أحمد ببراهيم على ثالث التحديات، المركز الرابع تتقدم الحان من سوف تمتعنا بألحانها الجميلة وبأدائها المميز هناك في الكيلو الأخير، وألحان المملوكة الهزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، من تأتينا على المستوى الرابع. هذه الأسماء السائرة، هذه الأسماء المنطلقة، هذه الشعارات الباحثة عن ناموس هذا الشوط ما بين هذه الشعارات الأربع، إلى أين يتجه السلام، إلى أين يتجه الفوز والانتصار من حاشة على صدارة هذا الشوط. وعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي المركز الثاني، نشبة سعيد بن محمد بن أحمد ببراهيم، ويا نشبتكم من نشبة، نشبة سوف تنشب لكم باحثة عن الفوز والانتصار. المركز الثالث منصورة علي بن مهير ببليشة مقدمة لمنصورة، من تبحث عن النصر والفوز والانتصار. الحان تأتينا على المستوى الرابع، هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري حاضر على المركز الرابع. هذه الأسماء، هذه الشعارات المميزة، أداء جميل، رقص جميل، تحدي وإثارة على الجو الجميل والمميز في هذا الصباح الجميل. لكن الصدارة مع والمقدمة مع نشبة سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم أهالي الخوانيج على مقدمة هذا الشوط، بينما من حاشة الموتر تأتينا على المركز الثاني، عنان بن علي بن محمد الموتر مقدمة لسلالة من حاش. المركز الثالث تتقدم الحار رويدا رويدا، تتقدم نحو الصدارة الحاني، ويقدمها أحد شبابنا المميزين هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، بينما شعار بن بليش يأتينا على المركز الرابع مقدما لمنصورة، ويا بلشتكم من بليشة هناك في الكيلو الأخير. بليشة مقدمة لمنصورة على المستوى الرابع، وصلنا وين؟ 3 كيلومترات انقضت، وبقت 3 كيلومترات، نصف المسار، نصف المسافة. بدأنا بدخول إلى المسافة الأصعب، إلى المسافة الذي تشهد الإثارة والتحدي، من هنا يبدأ التحدي والإثارة، وبدت ألحان تعزف ألحانها وتطربنا بأدائها المميز، ويقدم لنا ألحان هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري على المستوى الأول. المركز الثاني من حاشة عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، نشبة تأتينا على المستوى الثالث، سعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم. المركز الرابع منصورة علي بن مهير بن بليشة الكتبي، أسماء مميزة، شعارات جميلة، إبداع إبداع، الأربع متقاربات في مستوى جميل وأداء رائع، ولكن الإثارة، التحدي، الصدارة مع الحان هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري على المستوى الأول. من حاشة الموتر تأتينا على المركز الثاني، عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، بإبراهيم قادم مع نشبة، نشبة القادمة من ميدان الخوانيق، من هناك من ميدان الطي، باحثة عن الفوز والانتصار. سعيد بن محمد بن أحمد بإبراهيم على المستوى الثالث، بن بليشة يأتينا مع منصورة على المركز الرابع. هذا نداءنا الرابع أتممناه على حضراتكم، ونحن نسير، نحن نسير، وعطايا الله تسير في رحلتنا الأخيرة، من رحلة البحث عن الناموس، من رحلة البحث عن الانتصار، إلى أين تتجه سلامتنا في شوط الوداع وشوط الختام؟ هل ستكون هناك مع صاحب
الحبية الأرضية والميدان مع ألحان أم للضيوف رأي آخر. ألحان على الصدارة والمقدمة هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري من حاشة، تأتينا على المركز الثاني عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، نشبة أبو إبراهيم تأتينا على المركز الثالث، سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم منصورة تأتينا على المركز الرابع، علي بن مهير بن بليشة قادم مع منصورة على المستوى الرابع، ونحن نقترب من المنعطف الأخير، نحن نقترب من لوحة 1500 متر، ما تبقى من المسار، ما تبقى من عمر هذا الشوط 1500 متر، وألحان على الصدارة، ألحان في المقدمة هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين الخاطري، المركز الثاني من حاشة عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، نشبة تأتينا على المركز الثالث سعيد بن محمد بن أحمد بو إبراهيم، والمركز الرابع منصورة علي بن مهير بن بليشة. تجمعنا الإبكار، تجمعنا الإبكار، بدت الإثارة، بدت التحدي، بدأ الإبداع، بدأ الإمتاع، من هنا يبدأ الرغص. 1200 ما تبقى عن السلام وعن الفوز، والحان الذي تمتعنا بألحانها تعزف لنا سيمفونية جميلة من سيمفونية التراث، من سيمفونية التراث، من سيمفونية هذا الأداء المميز والجميل. هنا ألحان هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين، اقتربنا ودخلنا الغلاف الجموي للكيلو الكيلو الأخير، الكيلو المثير، كيلو التحدي والإثارة، كيلو الإبداع، كيلو السرعة. بدت السرعة تزيد، بدت السرعة تزيد، بدت الإثارة تنطلق، بدت الإثارة تنطلق، بدت الإثارة تبدأ، بدأ الشغل، بدأ الشغل هنا. افتح السماعات جميعا، كلهم فتحوا السماعات، بدوا في المنادى، بدوا في المنادى، ولكن ألحان، ألحان من تطربنا وتبدعنا بهذه السيمفونية الجميلة، سيمفونية الفوز والانتصار. على المركز الأول هزاع بن محمد بن سعيد بن حسين، عنان بن علي بن محمد الموتر مع منحاشة تريد أن تنحاش بالفوز والانتصار، نشبة أبو إبراهيم على المستوى الثالث، سعيد بن محمد أبو إبراهيم منصورة قادمة، منصورة قادمة، وهنا علي بن مهير بن بليشة، ولكن ألحان، ألحان في الصدارة، ألحان في القمة. اشتدت المنافسة واشتد الصراع مع وصولنا 300 متر الأخيرة، نشبة نشبة نشبة، قلنا لكم هناك حذرنا لكم من نشبة، نشبة نشبة على الصدارة تغير لتنطلق بالفوز، لتنطلق بالانتصار بشعار أبو إبراهيم، سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم مقدما لنشبة. تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم، وسلام يا الخواني سلام. المركز الثاني ألحان هزاع بن محمد بن حسين الخاطري، المركز الثالث عنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي، المركز الرابع منصورة علي بن مهير بن بليشة الاكتبي. نعود بالتهنئة والناموس لمالك نشبة سعيد بن محمد بن أحمد أبو إبراهيم على فوز نشبة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.